يعد الفحل هو الركيزة الأساسية الذي يعتمد عليها مالك الإبل على مر العصور، وملاك الإبل وتجارها والمهتمون بها عامة يحرصون كل الحرص على امتلاك الفحول المعروفة من جميع السلالات والألوان: مجاهيم، وضح، صفر، شعل، حمر، شقح وغيرها من الألوان، والوصول إليها في وقت الهداد، حيث أصبحت الإبل عرضا من عروض التجارة الرابحة في هذا العصر، وتوجه إليها عدد من رؤوس الأموال في المملكة والخليج العربي، وقد حافظ عليها ملاكها واستفاد من الفحول النادرة والمعروفة عدد كبير من ملاك الإبل. ولا زالوا الإبل المجاهيم يطلق عليها إبل العرب، ولها مواصفات مختلفة، وفحولها نادرة ولها سلالات معروفة يحافظ عليها ملاكها. وفي برنامج ملاك فحول الإبل لنا هذه الجلسة مع مالك الإبل علوش ابن عبيدان آل ثيلة، وهو من أشهر ملاك الإبل، ويعرف بالكرم والشهامة والمروءة، ويملك الفحل المجهم قعودان المعروف من سلالة الفحل شويخان، وهي فحول نادرة استفاد منها عدد من ملاك الإبل المجاهيم في المملكة والخليج العربي. وينزل بجواره الكثير من ملاك الإبل وعدد آخر من أهل الضرائب الذين يتوافدون من كل مكان للحصول على سراهم عند الفحل قعودان، حيث الرقم المسجل هذا العام أكثر من 100 اسم مسجلين في السرة، وكل يحضر على موعده المحدد. ومع هذا فقد سبل هذا الفحل للمسجل وعابر الطريق والجار وأهل الإبل عامة، ولنا معه هذا اللقاء وعدد من ضيوفه. الله يمسيكم بالخير جميع. يا مرحبا. حنا الليلة أسعد ليلة في مجلس إخواننا العبادة وأهل قعودان، وقعودان أصبح ماركة مسجلة، الله يبارك لها له. وتجملوا ربعنا، تجملوا في ربعهم، وتجملوا في الأجناب، وجملهم الله في الفرديات اللي راحت في الخليج دالوايل مسجلة. مساك رب الخليج علوش. يا مرحبا. الله يحييك. أول شيء نبارك لك هالإنجاز كله، الجمعة والبيع والسمعة، والله يطول عمرك ويرحم أبوك. وعمرك. هذه من الأول. يسمع. ودنا تحكي لنا عن قعودان، عن سلالته. تجيبها متسلسل، من يوم جاء عندك لين أنتج. قعودان أبوه لي. نعم. وهو على شوخان بعير شجاع بمجدل. أيوة نعم. وأبوه لي وأمه لي. ما شاء الله تبارك الله. الله الله. متى أنتج؟ أكبر ذرية ثنايا ذا الزمان. ثنايا. الله الله. ما شاء الله تبارك الله. أول باكرة شريت منك وراحت في الخليج إنجازاتها ولا في السعودية؟ في السعودية وفي الخليج كلها. إيه تحدث لي عنها. كلها راحت. بعت أنا واحد المملكة وخذت الثاني في المفرد وعنها عند بالبدان ذا الحين. ما شاء الله. ماخذت الثاني في الصياهد. أي نعم. وبعت أنا المفرد من العام ومن العام الأول. وخذت واحد في سواحان الأول عنها عند بالمقرن. ما شاء الله تبارك الله. والأخرى القعودة عند بن سليم ماخذ ذا الزمان ماخذ الأول. من غير اللي ما عاد واجد، اللي ما ادري وش خذه واللي ما خذه. كم بعت عليه؟ واجد، ما لها عدد. ما عندك احصائيه لها؟ لا واجد. وكم بنات اللي معك الحين؟ واجد. ما شاء الله تبارك الله. طيب عيال وش سنها الحين؟ اكبر ذريه ثنايا. طيب عياله؟ اكبرهن ثني ذا الزمان. والهان؟ لا عبدان. عبدان. اي نعم. طيب. والهان. والهان. ومخرب وغريبان. ما شاء الله تبارك الله. شيء نضرب منها ولا عاده؟ اثنين يضربن. جالها انتاج ولا ما بعد جالها انتاج؟ واحد جعله انتاج اكبر ذريه مسيومه بنته ب50. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. قعودان سيم؟ عليه ثمانيه. عليه ثمانيه؟ اي نعم. وعياله؟ واحد منهم عليه خمسه وواحد عليه مليون ونص. طيب اللي عليه خمسه بتسجله في المزاين ولا بتدخل به؟ ذا الزمان ماني مسجله، بسجلها ان شاء الله الزمان الجاي انه راح يعني. الله يوفقنا وياك. وياك. طيب السره كم وصل عندك؟ وصل رمضان. من هنا لرمضان وهو سره؟ اي نعم.
للناس اللي موجودين مخيمين ولا اللي يجون؟ شيء مخيم وشيء ما بعد يمسجل قسره جاء. بدأت أنا ذا الحين أهل الوية اللي عندي قريب وأهل البلي حولي وأهل الشبوك أخرتهم شويين علشان أهل البذا اللي عندي من مصفري وهم عندنا. الحين اللي أهل الفحول اللي مثلك ما لجل الوقت ذا ما أقدر يشد. ماني بشد داي. في محله واحد عشان الناس اللي مخيمين عنده. أنا زد لي 3 سنين وأنا ماني بشد. في متاني لين أعود المزارع. بيض الله وجهك. وأنا في متاني بعض مرار الحياة مزابني ولا عشانهم عشان شبوكهم عشانهم جايين من بعيد وعشان. أبيض وجهك. عندك نية في بيع قعودان؟ مالك لو. ومخرب؟ ما عندي إلا كان يجي شيء يطردني منه. كم اللي بيطردك منه؟ والله عاد ما أدري. 5 ما شاء الله. لا 5 مهيب حتى لو تدبل. الله يبارك لك. أغلى بنات اللي بعت سعر. 7. 7. الله يبارك لك يا رب العالمين. الله يبارك لك. طيب هل في أحد من أهل السلوات اللي موجودين عندنا؟ كلهم موجودين أهل السلوات. عطبنا. هذا طال عمرك مناحي بن فاهد على بريت. ونعم. رجال شاعر وراوي ويعرف العلوم كلها والسوالف كلها عنده. هذا اللي ندوره. هذا هو. أعطه الميكروفون. تفضل. يا مرحبا يا مناحي. الله يبجيك. عطنا علومك. علوم يعفاك. جايين هنا يا نازلين حول أبو عبادان. مثل ما طالك الخبر الشراوات والدوار الضراب على عيننا للعلوم الغانمة عنده هي له يسلم ويسمع ورابع أهل اللي عنده استاهل استاهل أنا نبي لنا سعلة زمان هنا كنا في الشمال أنا والرجال اللي عندك وخبرت من الجماعة وقاموا القحاطين يتناشدونهم ويا العتباء في الجهاز اي وهم كل منهم قبيلة طيبة ما فيها كلام يجون بنشيدهم شيء مقول وشيء يبدعونه وشيء حق بن عدلان وشيء حق بن حميد ومن ذا الكلام خذنا نحن نص شهر وهم على ذا الموال. نعم. المهم يوم جاء يوم قلت يا عتابه يا قحطان انت والله 70 وكل منكم قبيلتنا عريقت ولا فيها كلام. نعم. لكن خلونا نشارك يا دواسر بابيات ما هي بوايد. نعم. ترى ماني بقايلين شيء اللي تقول انت تفضل. والله هنا ناس يوم قال تفضل وما ادري وش في الجهاز ايش تعدم منهم؟ قلت حنا الدواسر متيهه المعاشير في ديره الخوف تسنى في وطننا تم عندها جد قدعنا من المشاهير وتم خايفين يا من الى من زبلنا الله الله نرعبها من العراق لحد خرخير في شفها ما حد منا تونا نرعبها الاظهر عشب المخاضير وحنا لنا غرس وقصور تبنى بيوتنا ما تسكر من المساير يفرح بها الضيف لا منه هشنا العود الازرق ودرا المباهير وحيل تفطح وجعدان ثنا وكل القبائل ونعم وسلمنا غير لا زرنا لا جنبي لا تنه منا عن جارنا ما ذخرنا في المذاخير من منحوش خشير هو هنا احلى على الكبد من در المصاغير ومر من الشري لا منا زعلنا وقولن على الفعل ما يحتاج تبرير انه زايد مزبنت المجنة صح والله لسانك صح لسانك بغيت تحرمنا اياها يا رجال للسالفه لا ما يحرم اقول لك وش عنده احسنت ها من نعطي الميكروفون يا علوش والله كل ابوه مطاليد اللي خليه يمشي عطى محمد بن منديل سم يا مرحبا ومسهلا الله يبجيك وش بتضيف على كلام الربع سمعت والله كلام الربع يكفي ويوفي والمزاين جاي والخير جاي والمزاين اذا طال عمرك لا تشكر ابن حذلين لانه تبنى كلمه ولي العهد طويق همته طويق نعم احسنت وسنة المفاريد مزاين المفاريد نعم ونشكر علىها يستاهل ونشكر دولتنا انت قصدك اشعار المهرجان اشعار المهرجان اي همته طويق صح اي نعم همته نعم. طويق اشعار المهرجان نعم ونشكر على تخصصه في مزاين المفاريد نعم خصص لهم جائزه يبل القعدان نعم والله يعز دولتنا ويعز الحكومه وفي محل ابو عبادان الله يطول عمره ومتابع نشوفكم شارك ان شاء الله في المهرجان انا ان شاء الله قريب ان شاء الله في الايام المزبله احسنت ابو سمره مرحبا حياك الله الله يحييك الله يبقيك وش بتضيف على كلام الربع والله كل المنجي عطنا قصيده كفوا كلامهم في محل البارحه الشاعر جاني منادي وقال يقول الشاعر ظنه نساني لمده منه ما ودي ولا جيب واليوم يمرني على ما بغاني ورحبت انا بالقافيه والهناديب وعديت في راس الجمن بياني ونديت انا مكان منها مغايب وتسابقني كلها في ثواني
وقال لي أمرنا وحنا كنجيب وفينا تخير ما صلح لك وجاني وقعت رتب جزلان هال ترتيب أترك هزايرها واجيب اسماني أخذ النصافي وكب الحذاريب والناس ما ضريتها بالطماني ولجعلني شاد بين العراقيب اللي ورا المقفي تحد لساني مجملت بعض الحجاج بلا كاذيب وانجاش الواجب قصار اليماني وتحط في الطيب عذوب تحط في الطيب عيوب وعذاريب وهما عيوب من القدم للذاني ما ينبذل فيهم جماله ولا طيب جحات المعروف ماضي الزماني يا الله يا رب الملا عالم الغيب امرك اليمن قلت له كون كاني يا عالم ما كن بين المحاديب بين الضوء المهدفات الحواني انك تجنبني يضرب المعايب وعما يعيب الناس منها تحماني وانك تجنبني مع فاعل الطيب وتحط لي بين النشام ومكاني سلامة الجميع. سلم صح لسانك بلى يا صقر اطلع علومك علومي سلامتك وسلامه السامعين سلمت معزومين عند الربع عداله وجعلهم يسلمون كل اللي عندهم هبه ريح العبادان وماسكين سلم مع من مسك سلا وجعل الله يبارك لنا ولهم وزياده من الكلام ما عندي زياده كلام على ما قالوا المطاليق هم اللي قالوا القصيد الجميل وقالوا الكلام المليح تسلم الله يحفظ والله يبيض وجيههم على كل حال والسامعين يستاهلون شجاع مرحبا يا مرحبا ابو مسهل يا شجاع الله يمسيك بالخير الله يمسيك بالنور ايش بتضيف على كلام علوش والله كلامهم ما عاد عليها اضافه الربع كلامهم طيب وهم طيبين ودناك تضيف يا رجل عذرا والله ما عندي شيء يا ابو سيف متى بتشاركون يا شجاع انتوا والله مستعدين في المشاركات كلها بيض الله وجهك مستعدين بالجعدان وبالابكار الله يوفقنا وياكم الله الله انت يا ربي يحفظك وياك ابو سعود يا مرحبا يا ابو سعود يا مرحبا يا ابو سيف متى بنشوفكم زين يا ابو سعود الله ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله جاهز ان شاء الله الله يوفقنا وياك عطنا علومك يا ابو خالد مسير مساك الله بالنور انت والجميع قرب المقرف منك اي أنا طالبكم طلبة العشاء عندي القابلة ومرحبا ومشهلا هذا اللي عندي والله إن شاء الله يتم بإذن الله ولا والله ما يبغى غريبتي يا أبو خلق هذا اللي عندي طال عمرك وأنا طالبكم بالعشاء القابلة اسمع لك أما أنا ويا خوي والله كلكم 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 لحق أما عاد ولا والله يتم بإذن الله العشاء القابلة يا جماعة النمر تبطي لا إله إلا الله العشاء تام ذا الحوار والله نهتم باذن الله يا مرحبا يا ابو والد الله يبديك ويعافيك الله يحييك الله يسلمك وين الوالد الوالد في الديره ما درى ابن ذا الليل يجينا ما درى وهو ان شاء الله بيجي ان شاء الله يجي ان شاء الله والبل وين هي البل على ذي بالحافيه ما شاء الله في الحافيه في الحافيه ما شاء الله متى بشوفكم زين ان شاء الله ان شاء الله عن قريب نكمل العفر ان شاء الله عن قريب عندنا بعير ان شاء الله اول عندنا واحد يضرب وعندنا ان شاء الله الثاني ضرابه قريب ايه. على حران نكمل مجاهيم ان شاء الله بعقب ان شاء الله بعيره آل عبادان الله يطول في أعمارهم ويغفر شيبانهم آمين شوفونا إن شاء الله في المشاركة إن شاء الله قريب عقب إنتاجهم إن شاء الله اللي على بعيرهم الطيب بيض الله وسلامتكم سلامتك يا رب يطول عمرك يا مرحبا وما سهلا الله يبجيك أبو سيف شجاع بن علوش ونعم يا شجاع ما عليك زود يطول على كلام الربع ما عاد أقول شيء عقب الربع الله شيبان كف وما قصر هذا الربع مرحبا يا رعي قعودان الله يبقيك خابر يمقناكم في المكان الزين الربيع اي خابر ما شاء الله الصورة عندك المقطع موجود عندي وان شاء الله يا متحدى ذاك الحين هالفحول انت خابر وبنشارك بعد السنه الجايه بيض الله وجهك الله يصلحك يا جماعه يقول هذا عبد الرحمن الرئيس نعم والله هل هل وش بتضيف على كلام والله ما اضيف عشك كل شيء زين نحمد الله كم السراع عندكم كم الناس اللي مخيمين حولكم كم والله واجد 8 ان شاء الله كم شبك حولكم واجد والله من اي منطقه في السودان انا من جبل اولي خرطوم جبل ورا الخرطوم نعم ما شاء الله وش تقول لهالخرطوم وهل ذيك الديره نعم والله حياك الله وش بتسلم عليهم وش بتقول لهم والله متى بتجيهم ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله مشارك نقول بعد عام ان شاء الله جايين ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله جايين السودان ولا جايين المزاين جايين المزاين اخوي يطلع الرجال عند مزاين ان شاء الله يقول ما يبراح من السودان لين توقع ما انت برايح لين يزاينون ان شاء الله بيض الله وجهك انت في السراء متى يجونك الناس متى يضربون متى ان شاء الله الساعه 8 كذا يصير الساعه 11 ان شاء الله من الساعه 8 للساعه 11 نعم اللي بيجي الله يحييه حياه الله طيب والعرض العرض من الساعه 11 للساعه 12 كذا ما شاء الله بيض الله وجيه جميعا ان شاء الله يعطيك العافيه يا عبد الرحمن القعود اولاد عندك لوضح اي نعم يعني تتجه للوضح انت والله انا عندي فيتين بجاهيم وضح ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لازم نشوفك ان شاء الله في المهرجان والله لا ان شاء الله جاي تاج الاوضح شفنا الله يحييك واما البكار اللي انا اعلمك اي فهذه انا من ابلي اللي انا اعلمك بقول هذه من عزبتك مثل ما قال عزبتي نعم تصديرها من عندي انا ما هو لكن اللي عند الناس فلا لها عدد
اللي ضربوا عندك وانت جو باعوا. اي هذا ما له عدد. ما له الله يكرمك يا رب. اما ذا اللي تاخذن المزاين في سواحان والظافرات في شو اسمها في الصياهد هذه من انتاجين عندي. اللي ذكرها كلها. اللي انت ذكرت كلها هذه انتاج عندك. المملكه والقعوده والثانيه وهذول انا اللي مصدر تصدير عزبتي. اما اللي ضربوا عندك ما تدري. ما لها عدد. ما لها عدد. ضربوا مثلا فزعه ما لها عدد. الله يبارك لك يا ابو عبدان وجعل والدك في والديك في الجنه. وياك. وبرك على البعير اللي يجوني ذا الحوات يتمون عندي هذا هذه الساعة الطيبة والرابح مشبي يبقى من خير. صحيح. والبعير عارض جنابه للبعيد وللقريب. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك. لا انت نفداك. وياك. يا مدور الغوالي جسيمه العظام، يا مدور الغوالي جسيمه العظام، الغوالي اللي فحلها مهو بدنا بعير، الغوالي اللي فحلها على وصف الكلام رهين من جل عظمه تقول انه قصير، لا درج به راعي الصنف قال انه تمام، ماخذن في الطلع عرضه وهو طله وعيد، كانه لفتر ولا اعترض بين الجهام، تله النشير ولا مرازل له بعيد، مارق النسنوس والعنق مزبور السنام، وشدوق تميل والراس مذعور كبير، وين مشاك انهيت وطار ضامن في ظلام، كايده زع المواطي لاقته يسير، افجحن من زر وركاه يلا مطال عظام، جرته شوف الهوايل وخفه مستدير، السمينه من خواته نصال في عجام، والعرايا من بناته تشكنها فطيف، ما قصر منها تخبل وقام يشق خام، كملة الزين وانظار ما فيها حقير، وامها اللي تبهج الورد في يوم الحيام، تبكي الشجعان في وردها مثل الغرير، واخته من ابوه لا هي تباع ولا تسام، كل ما تجني عليها من الخلفة تضيق، والله انه شف قلبي ولي غاية مرام، مع طلوع سهيل لها بدعذع النسام، العشاير شفقة الله وهو قده حكير، ما حلا مرواحها من جباع الدسنام، حي شوفه لا شعر.